مرحبا، أنا عمار العولقي، موظف حكومي ومهندس ومتحدث في برنامج اليمن اكسشينج من السنة الأولى، وقد شاركت هذه المرة الرابعة التي أشارك في اليمن اكسشينج، وهو حقيقة البرنامج الأفضل في التعريف باليمن ومشاكله والصعوبات التي يمر عبرها، وكذلك بالثروة الكبيرة للمعرفية والثقافية وللموارد وللطبيعة اليمنية. والجميل في اللقاء أنه يكون غني جدا بالمتحدثين وأيضا المشاركين، وفي كل سنة يتم مناقشة مواضيع جديدة، ويعني تكون المشاركة غنية ومثرية من جانب المتحدثين إضافة إلى المشاركين الذين تكون يعني معرفتهم باليمن بمجالات مختلفة ومستويات مختلفة، وأعتقد أنهم يخرجون بفائدة جميلة وفكرة جميلة عن اليمن.